Le top. Le top. Numéro 4. Numéro 4. أهلا مرحبا بكم للبرنامج ديالكم. رانا هنا لعاودي ولي لكم بحلة جديدة بيان سور في كل موسم. والنهار اليوم دي زانفيتي دونور دو مارك اللي رايحين يكونوا حاضرين معنا. عطونا تحية كبيرة على بطل الجزائر بطل العالم وبطل إفريقيا كريمو. هذا سي جوست لو بروميير انفيتي. عندنا ان دوزيام انفيتي اللي موالفين نشوفوه من خلال نشرات الاخبار. الياس خديجي. جو غارونتي بلي اليوم ما راهوش راح يدير جيتي وانما راح نقصرو اونسومبل. وعندنا تانيك في نفس الوقت راهي رايحة تكون حاضرة معنا أمينة حمي. هذه فيما يخص أمينة حمي. أما في اللي قعد وفي لقاء لي سيزون عبد الرحيم بوترا عطونا تحية كبيرة عليه. عبد الرحيم ولا سوربريز اللي راهي رايحه تكون معنا لنهار اليوم واللي راح تشرفنا بحضورها في الوقفه تاعها ملكه من ملكات الجزائر اللي شرفتنا. اعطونا تحيه كبيره على النجمه ريم غزالي. هذا هو البرنامج تاعنا لنهار اليوم. انتم اللي راكم قاعدين دائما قدام شاشه التلفزيون الجزائري نقول لكم باللي ايميسيون خالعه لنهار اليوم. ايميسيون شابه بزاف وبيان سور الكثير من الحصريات راكم رايحين تديوهم مع الضيوف تاعنا اللي تعطونا تحيه كبيره واحد اخرى. الجمهور الحاضر معنا في البرنامج على كل ضيوفنا. والبدايه مع الشمس اللي ضوات علينا على بالك. ميرسي. هي فينالمون يعني الشمس تقدر تشرق في الليل ريم. الله ماشي بديتني هكذا. راح تبدل القواعد كلها. شكرا لك. شكرا لهذه الاستضافه الجميله. جو سوي تري اوروز اليوم نكون معكم مع الببليك الهايل وشابين كامل اللي شفتهم بالواحد. ربي يحفظك ان شاء الله. بيان سور معاك ريم وتانيك مع لي زانفيتي تاعنا. رانا رايحين نجوزو سويعه شابه. حطيناك قدام واحد واعر. كريمو ما باليش الا كان راكم رايحين تقولوا اصحاب ولا شامبيون دالجيري شامبيون دافريك شامبيون دو موند في شامبيون دو موند. يا خويا درت حاله صاحبي كريمو. لا مازال خير ان شاء الله هكذا. احنا توجور توت فاسون رانا رايحين نكونوا راك هكا باش نحرزوا اكثر ميداليات ذهبيه. راني نقول ذهبيه ماشي فضيه وماشي برونزيه. اوكي ان شاء الله يا ربي. وبيان سور اللي راهم شرفنا بالاخبار في كل 12 تاع الوحده تاع العشيه ولا 12 تاع الليل ولا لي جيتي اللي يكونوا لي فلاش اللي يكونوا في التلفزيون الجزائري. حصلت صحف. بصح اسمح لي خدمه كبيره. لازم خدمه في الليل. خدمه باسكو تندار في الليل سورتو في حصه الصحف لا ريفي دو بريس تندار في الليل. تسمى السهره في الليل والخدمه الناس تكون راغده وبعدين ينوضوا 7 يشوفوا لي ميسيون. يشوفوا لي ميسيون 7 بالك يقول لك جاو داروها ديريكتومون ولا رانا من 10 تاع الليل وحنا ديجا نكونوا نخدموا حتى للصباح باش نجوزوها باش نقدروا نروحوا لدارنا. اي بي سي ان ترافاي ديكيب. بيان سور سي ان ترافاي ديكيب ما نقدروش نديروا يعني حاجه وحدنا كيما بروجي كيما البرنامج تاع رانا هنا. سي ان ترافاي ديكيب تاع لا لوميير
تاع الديكور، الفرقه التقنيه وغيرها من الفرق الاخرى كلها تسهر فقط من اجل ان نوصل لكم ليماج المليحه وليماج الشابه، وبيان سور المواضيع الشوك والشابين دائما مع كل من امينه وعبد الرحيم اللي تعطونا تحيه عليهم ثانيك في نفس الوقت. امينه مرحبا بك. بيك وهلا مسيني، يعيشك. خير. لاباس الحمد لله. لاباس. يعيشك. الحمد لله. واش شربتي، جيت سيترون ولا اورانج ولا؟ انا سيترون. بدات توالف شويه. هاي بدات توالف شويه راح. اي بورتون عيات شويه في لي سوجي تو باسكو هي تبان في البلاطو بصح او ميم طون سي فام دو تيران اللي تروح للتيران كيما تانيك عبد الرحيم. انت راك دير سبور او ميم طون؟ دائما دائما. سيرتو مع لي سوجي. اكزاكتومون مع ليكيب تكنيك. اي با بيسك رانا نهضروا على ترافاي ديكيب راح نولوا للنجمه تاعنا ريم غزالي اللي راهي حاضره معنا. نحكيو على دي زيكسبيريونس اللي فريمون سي تري امبورتون انه نحكيو عليهم، انه نحكيو على ريم غزالي الفنانه ممكن يجيهم شي عادي، بصح انه نحكيو على ريم غزالي المنتجه للعديد من البرامج التلفزيونيه والكثير كذلك من المسلسلات ايتو، هذا لي بوسيبل يعني الواحد يجيه شويه ميدان مختلف تماما. لا هو مش غريب علي الانتاج، انا بديت بدايه توعي كانت من عمري 15 سنه وانا نخدم في الانتاج. وكانت عندي والتقديم تاني على التلفزيون الجزائري كانت البداية تاوعي. كنت صغيرة وقتها بديت نخدم أنا مع جعفر قاسم وسيد أحمد قناوي. تذكري هذوك الأيامات كنت صغيرة؟ إيه كنت صغيرة وكنت دائما ندير الشينيا والماكي باش نبان كبيرة. ودركا كي كبرنا ولينا زعما نحبوا نبانوا صغار. مازال صغيرة. مهما مهما كبرتي مهما كبرتي راك رايحة تقعدي صغيرة ريم. ميرسي. صح. الإنتاج إيه؟ الإنتاج في 2004 ولا 2006 كنت ديجا كانت عندي لاكارت تاعي تاع لو ان تي في منتجه في ديجا في القناه في القناه الوطنيه الجزائريه. وقتها كنا في انتاج تاع بابور دزاير، يافي جيل ميوزيك، بزاف انتاجات كنا احنا نعملوهم لو ان تي في. كنت وقتها جيتي تري 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 جون. ومن بعد رحت لستار اكاديمي على لاج دو 20 ا 18 ans كنت ملكة جمال الجزائر. وبعد 12 سنة خليت مورايا بزاف انتاجات. كليب جوزيف عطية لبنان راح يرجع اللي اخذ البريكس دور في الوطن العربي كافضل غنية عربية وطنية الحمد لله. وهاد السنة هذه تستاهل تحية. عايشة. انا قلت لك في الديبي وقلت لهم شرفتنا ايفيكتيفمون شرفتينا. بزاف ناس ما يعرفوش بلي كان ندير بوكو تشوز ميم في السيناريو. هاد السنه كان الانسبكتور طاهر اللي كانت سي ان اوماج سي ان غران مسيو كي في لا تيليفزيون اي لو سينما الجيريان. دونك عاودنا فوالا عبر طريقه الموشن كابتشور اللي هي اول تقنيه في الوطن العربي استعملت. يعني سي با الكارتون سي با ديس انيمي. دونك الناس كي يشوفوا هذا يقول لك كاين دي تخو كي مونكي. سيتي اول تجربه لينا أول تجربة لي كمخرجة تاع المسلسل والسيناريو والفكرة. هذه اللي يقولوا لها كل صباع بصنعة. ماشي غير في الكوزينة برك المرأة الجزائرية قالت بصح ماشي في الكاطو فاجيتو سيسو على بالي دو فاسون اون فايون بارلي بلوس على بون في الدار اي تو. اي با كريمو انت باغ اكزومبل يعني كي تشوف هكا فتاة جزائرية يعني شرفتنا اي تو صافي بليزيغ يعني. هو ثاني مشرفنا. وي بيان سور هو في الدومين تاع الكاراتيدو يا خويا. كان لي شرف وين تلاقيت معاه في البطولة العربية للشرطة طاف اللي درناها في سي فغي سي فغي شفت كاهو بيع فيها مليحه في باختو. صح كي تلاقيتو كي تلاقيت كي تلاقيت بها هي اللي كنت تشوف فيها باغ اكزومبل في لي زيميسيون وفي في لي كليب سي لا ميم اللي تلاقيتها تما. هي شوف اللي تي سامبل اللي تي سامبل جونتي تحب شغل دير لومبيونس في لا سواري تحب شغل تمد كاع واش عندها صافي بليزا حاجة تشرفنا وتشرف الجزائر. الله يبارك. انا الياس خديجي ما راحش نسقسيه لانه كنا حكينا في الكواليس وقلت لي باللي فوالا كنت سمعت يعني كلك شونسون ديالها وعجباتك يعني صوت جزائري الله يبارك عليه. في السياره هكا ولا نسمع مروه اللي يسمع ولا الراديو يسمع نسمع الاذاعه كلش. اذا تكون في البهجه ولا في جيلا فام ولا كلش نسمع يعني الريم هكا يسمع الاغنام مثل الغرام وكذا كلش يعني روعه.
الله يخليك. صح والله روعه. صح بريزون سيم فوا كلش صاحبي كلش والله. صح يعني فن. صح فن. اها وكما في الوقت هذا رانا نشوفوا يعني فنانين في كل يعني العالم العربي راهم يخرجوا يعني من داك خرج فنان جديد كلش. احنا ثاني عندنا اللي تمثلنا في الجزائر. رحيم وانت ياك كنت قلت باللي ايميسيون خلعه اليوم دونك لازم ايبا الخلعه ديجا في الديبي تاع ليميسيون. عطونا تحيه كبيره على ريم غزالي. Retour à la musique. Retour à la musique. كانت هذه النجمة تاعنا لنهار اليوم ريم غزالي اللي تعطونا تحية واحدة أخرى على ريم غزالي. متعتنا متعتنا بيان غرموا هاد لا شونسون اللي بيان سيو حبوها بزاف على الفضاءات الاجتماعية وتانيك على اليوتيوب وحتى في البلاطو. ها أنا حتى في البلاطو. انا اللي كنت نتصور يعني الياس تاع الاخبار سي جوست يعني قدام لا كاميرا والاخبار ايتو. اليوم شفتك تحركت شويه في والله لكل مقام مقال. وقت ما تكون اخبار ويعني يكون واحد الحاكم السيري ولازم في الاخبار, ولما يكون واحد ثاني موسيقى وقت موسيقى ولا وقت حواز ولا لازم تكون حاجه في وقتها. في الاخبار سي با بيرمي الواحد يدير هذه الحركات يعني. الاخبار لازم منضبط شويه. اليوم راهم شافوك غير على الاقل باش يعني تخلي الناس يعني تدي المعلومه وكذا لازم تكون سيريو باش يسمعوا لك باش يدوا معلومه يعني يدوا اخبار صح منك. أيوة. ولا كان ما كانش شويش راح تتحرك وتمد اخبار. يعطيك الصحه ريم اونكور اون اوتر فوا. الببليك هايل 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 وبيان سيغ.
نقولوا باللي ريم غزالي تاني في نفس الوقت يعني احرزت الكثير من اللجام والعديد تاني كتاع لي بارطاج على هاد لا شونسون. وش هو السر اللي يعني حرك الجمهور العريض حين ما سمعوا هاد لا شونسون؟ هاد لا شونسون اللي الناس تحسها من هك شوي الانغام الخليجيه وهي لا بالعكس هو جزائري، بصح حنا للاسف ما كانوش يتعرفوا من النوع من هاد الموسيقى، وهي انكتبت من يعني كاتب جزائري رضا شريف اللي نحيهم كامل الناس اللي يشتغلوا في هذا العمل. وحبينا يعني دي توندونس في الوقت في الوطن العربي، كما كانت زمان سيتي مصر لازم تغني مصري باش تولي انه مشهور ومعروف، ومن بعد صار اللبناني والسوري، ومن بعد جاوا لي توندونس تاع الخليج، ودوكا سي لي توندونس تاع الكغون ماغريب. دونك حنا بروفيت هاد لوكازيون باش حنا تاني نخلو ننشروا يعني الموسيقى والفن تاعنا، باسكو ما عندناش غير الراي في الاندلس والحوزي، وكاين بزاف يعني انواع لازم تنشهر في العالم العربي. والناس دركا ولات عندها هاد الحشريه باش يعرفوا واش هما الموسيقات الثانيه، ولو يعني كما يقول لك يستدوقوا الموسيقى باسكو خلاص يا اون ساتوراسيون، كاع يخدموا لو ميم ستيل ولا الكوميرسيال ايتترا، دونك يجيهم حاجه جديده. ولو الناس مع افتتاح التلفزيونات والاعلام دونك انا سي صا يعني اول ما يعني سمعت النغمات تاع هذه الاغنيه انا قلت بالك يعني فيها شيء خليجي. رحيم يعني انت خاصه يعني تسمع الكثير من الانواع والطبوع ايتو، عندك درايه بهذه المواضيع هذه، انا قلت بالك خليجي يعني. انا تلك في الاول مالتك ما كي شفتها باسكو كنت شفتها في اليوتيوب، تعرفت على الكاتب الكلمات اللي كنا صادفناه هنا في البرنامج اكزاكتومون كان ضيفنا وكان تكلم على هذه الاغنيه. وثانيك اغنيه شابه حبيت برك نعرف شكون التوزيع تاعك باسكو التوزيع خالد مصطفى من الاردن. واول مره في كاغنيه عربيه دارت فيها نوع من الصوت اللي هو الدب ستاب. هذا يعني في دب تشوفوا على الـ على الـ يعني على اليوتيوب ولا في سمو تلقى عليهم دي فيو تاع 40 مليون. سي ان ساوند في الماريكان دوكا مكسر، وهي اول اغنيه عربيه، وانا قلت له ما ديرليش، خليه دابور نديرها نورمال. هذاك اللي تسمعوه هذاك كان كرانش هكذا، دونك سي سا حاجه جديده اصلا. قال لي باش تكوني دائما انت الاولى ديري هذا، قلت له انا الاولى ولا خليني ندير وحده نورمال. والله العظيم استاذ كاين في الرياضه بصح من نوع اخر. كريمو يعني انت اللي وصلت للعالميه، وصلت من خلال رياضه الكاراتيدو، عندك يعني المشوار نتاعك راه حافل، وانت في عمرك 26 سنه برك، من مواليد 27 جوان 1990، يعني 27 سنه في عمرك حققت كل هذا يعني المراتب. سي با فاسيل ولا بالنسبه لي كانت فاسيل؟ بون نستغرب انه تكون فاسيل. حاجه باينه وي حاجه باينه. هذه ما يخفاش عليك، انا مارست الرياضه هذه ملي كان في عمري 6 سنوات، وباش برزت وحققت هذه النتائج. انا من عائله رياضيه، العائله كبيره، عائله رياضيه اللي كانوا سبقوني ديجا في بطولات وطنيه، وانا سبقتهم ديت الحمد لله، شغل فتهم شويه، وصلت للعالميه وحصلت على بطوله العالم في اليابان 2013، وبطوله الالعاب الافريقيه 2011 بالموزمبيق، و2015 كنت نائب الالعاب الافريقيه وين كان تحيز الحكام مع البلد المنظم. لا ماشي حق عليهم على كل لانه الالجيريان تاعنا يعني الحمد لله حينما يروح يشارك هكا في يعني مناسبه تكون عالميه ولا تكون عربيه، في كل مره يخمم على وقتاش يطلعوا الاعلام الجزائري ويديروا النشيد الوطني الجزائري ويفرحوا كاع الجزائريين في نفس الوقت. انت حين مديت يعني الذهب في الكثير من يعني في اللقاءات الرياضية، صح كيفاش كنت يعني متحمس، كنت متشجع تما تبدا العزيمة باش تزيد تخدم بلوس بور لي بروشين كومبيتيسيون اي تو؟ ماشي هي في الشغل تبدا كي تبدا لي كومبيتيسيون جديد في الدورات الاولانيين تاعك باش تبدا تبارتيسيبي، شغل ما تكونش خايف، تحوس تطلع تروازيام بلاس دوزيام بلاس، ومن بعد كي تحصل على نتائج كيما بطل افريقيا ولا بطل عالمي لازم تولي عندك مسؤوليه، لازم تولي تحقق توجور تحافظ على المستوى ولا تطلع على المستوى. وهذا الشيء اللي يكون دائما حتى من خلال البرامج التلفزيونيه اللي اكيد نحافظوا دائما على المستوى اللي يكون راقي لارقى الجمهور اللي هو الجمهور اللي يشاهد دائما التلفزيون الجزائري. اعطونا تحيه كبيره على امينه حامي.
عصير ديال القارص. عنده مفعول جيد. صح أمينة الويد، راك رايحة تدينا النهار اليوم. اليوم راح نتحدثوا مع سين عن مناسبة دينية اللي مرت علينا هالأيام، هي عاشوراء. أكيد اللي كامل الجزائريين يحتفلوا بها هالمناسبة. يعني قبل ما نتحدثوا على الموضوع نروح نشوفوا ورقة عن هذا الموضوع ونرجع نتحدثوا عليه. يلا، على كل عاشوراء هي مناسبة اللي نحتفلوا بها كلنا، وفي كل مرة كاين العائلة الجزائرية اللي توقع أنه العادات والتقاليد تبقى دايما في المقدمة. تابعوا هذا الروبورتاج وراجعين، خليكم معنا. عاشوراء، الحديث عن عاشوراء هو الحديث عن سنة أكدها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اليوم المبارك الذي يثبت ويرسم قصة للنبي موسى عليه السلام، كليم الله الذي في هذا اليوم أنجاه ربه من بطش فرعون وجنوده. يوم أخذه بنو إسرائيل احتفالا لنجاة موسى عليه السلام، فأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بصيامه وصوم اليوم الذي قبله أو اليوم الذي يليه مخالفة لليهود. ليبقى هذا اليوم يوم تحتفل به الأمة باختلاف عاداتها وتقاليدها. هذا كان الموضوع لأمينة حامي في بخص العاشوراء. بيان سيغ أمينة ديتينا يعني لي كات كوان تاع الجزائر الحبيبة واللي نحبوها بزاف هي بلادنا. شفنا التنوع، شفنا العادات، شفنا التقاليد. أمينة، أكيد ماسين يعني جزائرنا الحبيبة كما قلت هي فيها عادات وتقاليد متنوعة ومختلفة، ويعني كثيرة يعني بكل منطقة نوجدوها تسميز على منطقة أخرى. كما قلت ماسين أنه عاشوراء هي مناسبة دينية التي مزجت يعني بعادات وتقاليد اجتماعية. كما نعرفوا الشعب الجزائري دائما يحافظ على هذه العادات والتقاليد من أجل ترسيخها أكثر ونقلها يعني جيل عن جيل. الآن تحدثوا على بعض العادات والتقاليد اللي قبل ما نحكيوا على العادات والتقاليد واحد أخرين، أنت باغ إكزومبل واش درتي في عاشوراء أمينة؟ في عاشوراء يعني إحنا جردوم ولا شخشوخة ولا كذا؟ لا، أنا بحكمي يعني من منطقة القبائل إحنا نعملوا يعني طعام كسكسي باللحم. لكن يعني هاللحم يعني فيه ميزة خاصة، لأن إحنا في العيد الكبير ناخذوا يعني قطعة من اللحم نقطعوها ونعملوا لها الملح ونخلوها يعني تجف، يقولوا له يعني الخليع. الخليع فوالا. كاين دي ريجون يقولوا له أقديت، كاين اللي يقولوا له الخليع، كاين اللي يقولوا له أقرجوج. شاك ريجيون يعني وعندها يدر ريم يدر ريم ريم باغ إكزومبل. واش عاشوراء كذا كاسمة وجدتي على بالي بلي لا كويزين لا تقول خاطيني انتشت. نو انا خاطيني تيابا ما نفرط عليك. صح بصح واش كليتي في عاشوراء؟ واش درتي في عاشوراء؟ اون جينيرال ما مي غير في يا الرشطه. رشته باللحم. الله يحفظ لك الميمه على كل ما. وي امين يا رب. ربي ربي يطول في عمرك يا رب. ونديروا الشماع و سي اوريجينال كومون. وي فوالا. مي ما ميغ سي ال كي سوكوب دو سا ريالمون.
بصح ما منتي انا المتفرجه. ما مريم انا على العام نخدم انا كي نجي في هذه المناسبات نصوم ندير الوسمو تاعي وخلاص. بعدين نعم كما قالت يعني ريم خلطنا نقطه مهمه هي الصيام، يعني هي عاشوراء لازم يعني نصوموا فيها، هذا ما توارثناه على اجدادنا، ايضا هو اللي وصانا به الرسول عليه الصلاه والسلام، هو الصوم التاسع والعاشر من شهر محرم اللي هو يعني يومين يعني عشيه عاشوراء ويوم عاشوراء ماسين. وايضا يعني كما كنا نتحدثوا عاداتنا وتقاليدنا يعني متنوعه، تحدثنا قبل قليل على منطقه القبائل، خبطنا ريم تحدثنا ممكن على العاصمه اللي يعني عملوا رشطه ودائما ما تفارقش يعني المائده العاصميه طبق رشطه، والان راح نروحوا بكم ممكن للجنوب يعني لصحرائنا بلاد الجود والكرم اللي يعملوا في هذه المناسبه سبيبه. سبيبه هي احتفال خاص يعني يعملوه بمنطقه جانات، يكون هذا الاحتفال تحت يعني تكون رقصات تحت اهازيج وايقاعات خاصه يعني بالرجل الازرق خاصه بالمنطقه هذه يعني هي منطقه جانات اقول. وايضا هذا الاحتفال يختتم دائما يعني بموائد اللي تكون ممتلئه يعني باطباق تقليديه خاصه بهذه المنطقه. حتى لي زونفون كانوا حاضرين يعني دراري كانوا نعم ماسين يعني الاطفال لازم نحضروهم حتى نقلوا واحدة. اكيد كما قلت هو يزيد باسكو حنا اصلا كي كنا صغار كنا نحضروا يعني في هذه المواسم هو اللي يجيبوا الفرحه ويزيدوا القعده حلاوتها هي الاطفال اللي يكونوا دايرين بينا، واكيد دائما حنا نحضروهم ايضا باش نقلوا لهم هذه العادات والتقاليد اللي حنا توارثناها ممكن ابا عن جد يعني نحفظوها لهم باش هما يقعدوا دائما يحافظوا عليها. امينه ما كيش حابه تعرفي الياس واش دار؟ اني رايحه ليه يعني في الكواليس تحدثنا قال لك دار صفيطي. لا لا صفيطي على كل حال الوالده تعرف دير صفيطي. تعرف الوالده تاعنا تعرف ربي يحفظها ان شاء الله تعرف دير صفيطي. وشنو دارت لنا شخشوخه؟ شخشوخه بسكريه. تعطوا لي انفورماسيون على بالها باللي هي اصلها من سيدي عيسى. سيدي عيسى الله يبارك فيك. هذيك الجهه يديروا هذا الامر يعني في العاده التقاليد. المأكولات هذه بالذات اللي ديرهم يما تسمى في صفيطي شخشوخه رفيس هذا الامور تعرف لهم يعني رشته بيان سور هذا الامور تاني ديروهم، ولكن بهذه المره شخشوخه يعني شاورتنا على كل حال تخيلنا شخشوخه لازم نحافظوا على هذا كان فيما يخص يعني الموضوع تاع عاشوراء مع امينه. على كل راح ام جايين في الاعداد القادمه ان شاء الله الكثير من المواضيع اللي تخص العديد من الميادين اللي يحبها الشاب الجزائري. اليوم قلنا انه الشباب تاعنا تاني راهم حاضرين في كل هذه المواسم الدينيه اللي نجتازوها، ويبقى في الاخير امينه انه الجانب الروحي يطغى على المائده والماكولات. نعم وغيرها يعني وانما يكون هذه أشياء حاضر بقوه يعني نعم هذه اشياء رمزيه يعني هذه الماكولات والاحتفالات هي اشياء رمزيه، ويعني الشيء الجميل في هذه المناسبات ان يعني هذيك اللمه تاع العائله هذاك التسامح هذاك التصافح الصيام هذا اليوم انه دائما نقعدوا نحافظوا على هذا يعني الموروث يعني اللي توارثناه على اجدادنا وهذا الروح الدينيه اللي دائما نبقى ونحافظوا عليها ماسين. رحيم راك مقابل مباشره يعني كريمو. الله يبارك عليهم. يعني مقابل الشباب الله يبارك عليهم. تسمى رحت ليهم كاع. وحنا باش واحد ما يزعل. وحنا ممنوع الغلط. وكاع سيدي سبورتيف. كاع سيدي سبورتيف. وحنا ينقل الخبر، هنا ممنوع الخطا. معليش راكم كامل الله يبارك عليكم، وراكم كامل مثلتوا الجزائر في مختلف الميادين اللي راكم تأدوا فيها. هذه احنا تانيك في العاصمه هنايا، انا كما تقول الوالده تاعي اللي نحييها اليوم، تقول لنا لازم نديروا حاجه الفوار يكون في الدار. ما يا رشته يا قوي هذه في عاشوراء هكا يقول لك تانيك باش هذاك الطعام ولا الرشاق شغل تزكي باسكو علاش يكونوا لا فامي كامل حاضرين دونك يديروا حاجه اللي تكفي واللي تكون لما بزاف يعني تكون فيها البركه باسكو كي تحط تقدر توقي بزاف الناس. اكزاكتومون على كل هذه اللمه هي الشيء الاكثر يعني اهميه في مثل هذه المناسبات، واحنا في كل مره نلتموا على شاشه التلفزيون الجزائري ونسمعوا الاخبار اللي يقدمها لنا الياس. الياس اللي نذكر انه التحق بالمؤسسه العموميه للتلفزيون الجزائري في سنه 2008. نعم. كنت يعني قدمت الكثير من الاعمال المصوره، روبورتاجات، تحقيقات، تقارير وغيرها من الاعمال، كنت تخدم بزاف تيران اسكو يعني اعطاك عفسه اللي عاونك بها حين ما تقدم الاخبار؟ هو كل شيء. والله تيران هو كل شيء. يعني لما كنا نخرجوا لتيران
لي روبورتاج تحقيقات كلش راح تتعلم اشياء كثيره وراح تكتسب اشياء كثيره في المجال الاعلامي. يعني تولي ما تخافش تولي تدخل يعني تصدم في وسط المهم تجيب المعلومه وتجيب الخبر تاعك راح تمس كل الشرائح يعني من المتوسطه الكادحه المسؤولين كذا كل يعني راح تخدم معاهم راح يعني يكون في التقديم بعد راح يجي كلش سهل. لما اعطيني اعطيني اصعب نشره اخبار قدمتها الى كان راك شافي فيما يخص نشره الاخبار. قدمت نشره الاخبار تاع سنه الفارطه في مده في يعني في سبتمبر ليتو اصعبها يعني كانت خلاص لحقنا يعني وين خلاص راح نجوز وسيب راح تبدا النشره وحنا هذاك وين حبطنا وكان الموسم تاع الحج وعندنا مباشر مع عندنا مراسل تاعنا ثم في الحج وبعد تقطع راحت المكالمه تقطعت خلل تقني كان خلل تقني شغل وكل يعني ضبوط ما كانتش مضبوطه يعني 100% هذيك المره يعني هذيك مازال في راسي هذيك لكن يعني بعد والله لكن يعني فاتت يعني لما ترجع يعني ثم لما ترجع الاكسبيريونس تاع ليكيب تكنيك وتاع راس التحرير كلش انا يعني تمكنا من كي يحبس لك تيليبرومبتور واش دير؟ لازم تكون ضابط امورك، لازم تكون ضابط امورك، لازم تكون كل حاجه يعني خرجت الاوراق تاعك، كاتب مقدماتك، كاتب كلش، وضابطهم مرتبهم منظمهم، لازم تكون سورتو تكون كونسونتري مليح. لما تكون كونسونتري في العمل تاعك راح يفوت 100%. لازم المشاهد ما يحسش اكزاكتومون اكزاكتومون، باسكو لو ما كنتش ضابط امورك، ما كنتش منظم امورك، راح انت يحبس لك تيليبرومبتر، كيفاش راح تكمل يعني اخبارك؟ اي خلات راح تكمل نعم نعم اكيد انك حضرت وكلش وراح تكمل، شحال من خبر راح تكملوا؟ وما صارت لكش هذه انه يحبس لك تيليبرومبتر، تيليبرومبتر بون للمشاهدين هي الشاشه اللي تكون تحت الكاميرا واللي يقرا فيها مقدم الاخبار، الاخبار اللي تقدم في كل نشره، ها؟ نعم ما صارت لكش؟ في الاخبار ما صارتلناش، صارتلنا بعض الاحيان في غير المباشر، يعني في حصاد صحف ما نديروش على المباشر، يعني مسجل. تصرالنا يعني نعاودوا ماهوش مشكل مع مع الفريق التقني نعاودوا يعاودوا يريقليوا هكذا كلش نعاودوا الحمد لله الامور ماشي صعيبة دو فاسون. ريم غزالي اسكو يعني تفطن صباح يعني تكون ابو ماتان ولا دير لاكراس ماتيني ريم؟ سا ديبون العمل تاعي ولا كنت خدمت حتى في الليل باسكو دي فوا في الليل نسهر باسكو نكون نكتب دي سيناريو دي كونسيبت اكسيتيرا دونك دي فوا نرقد 4 ل 5 تاع الصباح دونك امبوسيبل نوض بكري بزاف اون جينيرال نرقد 3 سوايع ونعاود نفطن مخي يعاود يفطن وحده باسكو راسي بزاف يخدم جو في ترو شوز دونك اون جينيرال 3 اور 4 اور على كل حال انا مش من النوع اللي نرقد بزاف نرقد متقطع باسكو بور موا دورمير سي اون بيرت دو طون كيما كان يقولها اينشتاين يفي دي سيست تاع اون دومي اور يقول لك ليتر هومان يلا بوزوان دو 4 اور ا 6 اور كو انا بون نقول 6 اور احسن ولا 8 سوايع مي بصح يقول لك يفو فيغ دي سيست دو اون دومي اور غير تتعب ارقد نص ساعه وصح انا ولات تفيدني هاد طريقه يعني العمل كي نكون تعبانه خلاص نوصل لحدي ندير نص ساعه تفيدني سي انكرويابل نعاود نوض اون فورم يضرا بصح ماناش راقدين ها رفيق رانا فاطنين صاحبي لا بروف عطونا تحيه على لي زانفيتي وعلى لي كرونيكا اللي راهم حاضرين معنا شفت باللي رانا فاطنين ميرسي دو توت لي فاسون يعطيك الصحه دي جي رفيق دوكا راح نقترحوا عليكم وعلى المشاهدين البعض من الصور ومنكم انتم التعليق يا درا كل صوره واش كاين فيها موضوع احنا ما علينا الا انه نشوفوا الصوره اللي راهي رايحه تكون في الخلفيه اللي ورائي وفي نفس الوقت راح نشوفوا يعني كل وحده الموضوع ديالها يلا مايسترو اذا كان بالامكان نروحوا للصوره الاولى مباشره بالبارابول البارابول راهو في السلوم كيفاش خدموا هذا في السلوم سي سا لو بارابول كيفاش يعني لصقوه في الحيط كان سوبور ها هو كان سوبور مي سلوم ريم سلوم سلوم علاش لصقوه في السلوم هو كان طلع باش هو يطلع باسكو سيغتينمون سي ان بالكون فونيتر ويدير هذيك باش يطلع للسقو تاعو بروبليم كيف صح بعد كيفاش ينحي يخليه مخليه هذا هو هذا ممالاه حاب يخليه دائما كي يطلع يرجلي بارابول يكون السلم كاين فوالا السلم كاين ريم انا جو كومبرون باللي في دارك
وين ما يكون بارابول لازم يكون سلوم. هو فكر بهذه الطريقه، كنت تقول لك حلل لي الصوره، راني نحلل كل واحد حقنا نتاعو، بدات يخاف طير له البارابول ولا السلوم يطير، ما عندوش وين يخبيه في الدار، الدار ضيقه، يقول لك هذه في هذا تكاليها وصاي. جوستيفيات له، جوستيفيات له، عطونا تحيه عليها. مرحبا. لا دوزيام فوتو اللي مكتوب فيها نهار كامل في الفيسبوك، ولينا نجيبه له. ها 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 ها. اسكو سي دو لا رياليتي؟ وي سي فري. ريم باغ اكزومبل؟ وي. طول الوقت في الفيسبوك؟ ماشي في الفيسبوك، مي في الانترنت اون جينيرال. اه؟ دايما في التليفون فوالا. سي فري كنكونوا واقفين وشادين التليفون نديروا بون لا فورم تاع لو اف. الوغ اوتوماتيكمون يعني سي ترو انه الواحد يقعد توجور كونيكتي. باغ اكزومبل لو سبورتيف تاعنا كريمو. انت تكونيكتي بزاف في الفيسبوك؟ وي كيكون دي فوا كيكون مشغول، مشغول ودي فوا كيكون مشغول ما كاش حل واحد اخر ابار الانترنت. سيرتو كي تكون في تربص ايتو وتلقى تربص ما كاين ني انترنت ني والو. خاطر يعني دير لا سياس تعاود تولي تربص. قلب على الشيء دوكا. يهضر يهضر الناس الاخبار اذا كان لما تكون في المنزل ولا عندي واحد نصف ساعه ساعه. مش غير فيسبوك، فيسبوك انترنت كيما تحوس ولا. عندي في النهار هكا نص ساعة ثاني ولا في النهار، تسمى الكل يعني عندك واحد ساعة. كل هذه ساعة واحدة برك يا خويا، راك منظم حياتك دي فاسون انكرويابل. يا درا رحيم انت فيسبوك. انا ما كونيكتيش واقف. لا انا زمان خد مليحة. وي سي فغي الواحد بصح سي لا ميم شوز افراغ دا. لا ما يوليش افاك داك من بعد. كي تكون هكذا. امينه يا درا اكيد اكيد حاجه جينيراسيون جينيراسيون فيسبوك شنديرو. يلا لا بروشين فوتو اللي راح نشوفوها انصامبل سي هذا الشوا سبيسيال. انا اذا كانت انا ما راحش نستغرب هذه الصوره، وانما راح نستغرب الذوق تاع اللحم كيفاش هو راح يكون ابخي ما يطيب. لازم تذوق ما لازم ديرو. صح فكره، فكره جميله على فكره والله، باسكو شوف كيفاش راهو يطيب ودالو سيبور من الفوق، دونك تقدر تحط لاسيت وتحط من الفوق، دونك اسباس صغير بريكا. بصح دركا الذوق كيما قلت هادي جينيرال على بالك هادو هما البنانه، كيكون بزاف نظيف ما يكونش بنان. طيب طبيعي اكثر رحيم. انا عجبتني مليحه اللي دي مليحه اورغانيزي شيد ان كوان مليحه ولا مليحه دالها بزاف شحم بزاف. الذوق غير مضمون. سي صح هذا لازم تسيد لازم تذوق من عنده. بهذه الطريقه سمعت بها والذوق قال لك تخرج رائع. خلاك وكانك جربوها والله. درتها في العيد؟ ما درتهاش لا. ما سيدي. ولكن قالوها لي. لما ديرها على بريك وبداو تنجح والعلم لله. لا بروشين فوتو، لا بروشين فوتو اللي راح نشوفوها انصومبل هديه صوره تاع واحد اللي راهو ها في هذه العربه بين القطبين. من ورا سياره فخمه مش فاهمين علاش. وعلاش؟ في رايك؟ الصورة هادية واش هي الدلالات اللي تقدر تمدهم لنا؟ حاب يعبر لك شاب سعيد. لا هي فوارق الحياة. يعني بين واحد يعني لاحق إلى قمة وفخامة السيارات يعني كلها. أيوة. وواحد عربة صغيرة كاس فيها في المكان وراضي راضي بالقدر يعني. مسكين والحديدة وراضي بالقدر. وراه قاعد وكلش وعلى كل نعطيه تحية إذا كان شافنا. يمكن كان حاب يدير جو. أيوة مليح على كل فيما يخص هذه الصور. هي صور بعد صور برك اللي وصلونا عن طريق الفيسبوك. انتم اللي راكم تشوفوا فينا رانا هنا على الفيسبوك، بعثوا لنا الصور واكيد راكم رايحين تشوفوها معنا في كل عدد من الاعداد. دوكا وصلنا لفقره وين راح يكون صوتي هو الحاضر مع ريم غزالي نجمتنا لنهار اليوم في ركن اسمه بيني وبينك مباشره بعد الفاصل. ريم غزالي، أول سؤال في ركن بيني وبينك وين تطرح الأسئلة والأجوبة يحكم عليها الجمهور على الفيسبوك. ريم غزالي، علاقتك مع الجمهور هي فيها النفور ولا فيها القرب والمحبة المتبادلة؟ علاقتي بالجمهور ممتازة والحمد لله، هذه نعمة من ربنا.
محبة الناس ما تنشرى لا بالدراهم لا بحتى حاجة. دونك من بداية مشواري الناس دايما قعدت معايا تبعني، ونستغل هذه الفرصة باش نقولهم أنا تاني نحبكم بزاف بزاف، وشكرا على دعمكم وعلى وجودكم دايما على صفحاتي في السوشيال ميديا، ووين ما نروح تبعوني. ميرسي بوكو وشكرا شكرا شكرا. وشنو هي الخطوط الحمراء اللي ما لازمش يتعداها هذا الجمهور؟ الخطوط الحمراء يعني نظن شيء منطقي اللي هو السب ولا الشتم، هذا ما نقبلاش، ولا الفتنة اللي يحكوا بين بلدان ولا بين فنانين، زعما يقولوا هذا وهذه خير منك وريم غزالي احسن منك، جيم با سا دو تو. يعني نقول لهم يعني يوقفوا ولا نعمل بلوك، وما نحبش بيان سور يكون في شتم حتى اذا كان بيناتهم وانا ما خصنيش، ما لازمش يكون هذا الكلام موجود على الصفحه تاعي. ريم غزالي النجوميه هي اللي جات ليك ولا انت اللي رحتي للنجوميه؟ في زوج. كيف؟ تلاقينا تلاقيت انا والنجوميه، هي حبتني وانا حبيتها، ومن بعد بعدك تدخل فيسبوك واليوتيوب خسروها علينا. نو ولا سيريوزمون نو، يعني تنيناتنا يعني تلاقينا في نص المشوار، يعني انا كنت نجتهد ما كنتش نطمح اني نكون سيلاب، بصح كما يقول لك بمحبتي لهذا الميدان، لانه انا درست غير 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 الفن، بصح هي الحاجه اللي نحبها نحب نديرها اللي هو كان دائما تقديم برامج الغناء الانتاج، هذا الميدان انا نحبه، تقربت بطريقه لا تلقائيه، حبيت هذا الشيء، ونجومية تاني حبتني، ونجومية حبتني هي من وراء الجمهور. أنت رفضتي الكثير من الأعمال والعديد من المشاريع، نقدروا نعرفوا السبب؟ السبب هو الخطوط الحمراء اللي أنا ما نتقبل نتعداها في مشواري الفني، إن كان من ناحية اللبس يعني القصير والمتشلح والهذا أنا ما نقبلش، دونك بزاف هذه الأمور عطلتني، أنا ما عطلتنيش، أنا آخر همي يعني، بصح يعني تخلي أنه يبتعدوا عليا المنتجين العرب باش نقدر نتقدم في يعني كممثلة ولا كمذيعة في القنوات العربية. كلمة تقولها ريم غزالي لواحد ظلمها في ميدان الأغنية ولا في ميدان الأعمال التلفزيونية وغيرها، واش تقولي لهم؟ لا شوف، يا إذا كان إنسان ظلمني ما نتذكرش هكذا واحد بالاسم، بصح دائما الواحد لما ينظلم يقول حسبي الله ونعم الوكيل، جو بونس كو كل حاجة لازم واحد يخليها على الله. والناس اللي عاونوك؟ يعطيهم الصحة، ما نسالهمش خيرهم بكل حاجة بسيطة، بس كل الاهتمام هو مش الاهتمام بالمادة ولا إن كان بالإنتاج ولا إن كان مثلا للمعجبين تاعو على الصفحات اللي بعثوا لي دي زونكوراجمون واللي يشجعوني ويقولوا لي ريم نحبوك وميرسي ودرتي وعملتي، أنا هذه بالنسبة لي أكبر هدية تكون عندي وأكبر تشجيع، وهذو الناس اللي لازم نقولهم مليون تريليون ميرسي، شكرا جزيل الشكر، وما نسالكمش وقفتكم ودعمكم الدائم. نهاية ركن بيني وبينك، تسبيقة كبيرة على ريم غزالي. يا على الناس اللي راهم مازالهم دائما قاعدين معنا، نقول لهم تعالوا مرحبا بكم، هذا هو البرنامج ديالكم، رانا هنا كنا خرجنا من فقره بيني وبينك مع ريم غزالي. الي تي سانسير لي ريبونس كانوا فيها شويه دبلوماسيه. ها يا اخي خلصت الفقره، مازالك تحوس هذيك هذيك سيتي لو فون تاعك، هذاك واش كنتي تحسي وي سي فريمون؟ انا جو سوي تري سبونتاني، يعني ما الناس يشوفوني برات الكاميرا ومع الكاميرا نفس الشيء، شو لا ميم بيرسون، شو انتيير، يعني ما نحبش نتكلم بزاف على نفسي، نحب الناس كيما تشوفني، مي فرانشمون صح انا نقدر بزاف الجمهور تاعي، اي شوي تري سانسير معاهم، مي جو بونس كو سي بور سا كو يحبوني ويتبعوني، وان شاء الله دائما نكون على حسن ظنهم.
يا رب ان شاء الله. على كل كل واحد في الميدان تاعو، كل واحد في المجال تاعو، هذا هو يعني المبتغى تاعو، انه يوصل يحقق المحبه تاع الجماهير. كاين محبه انفير هذا الببليك، كاين محبه واحده اخرى اللي تكون بوسيبل ما بين الام واولادها، الاخ واخته، الصديق وصديقته، وفي نفس الوقت يعني الواحد والرياضه اللي يمارسها، كما بطل الجزائر، بطل العالم، بطل افريقيا، والنائب بطل العالم اللي راه حاضر معنا كريمو، اللي تعطونا تحيه واحده اخرى الجمهور الحاضر معنا النهار اليوم. كريمو اون اكسبيريونس اون اور اللي يعني حققتها في المشوار تاعك، سورتو يعني الميداليه الذهبيه اللي كنت ديتها في الالعاب الافريقيه، ديتها بجداره، ويعني انت خرجت لهم خرجه ما كانوش يستناو فيها. رجعوك شويه لهاد الاعوام اون 2011 هذه، اون 2011 اكزاكتومون، كان تونسي في شامبيون دي موند، وفي النهائي كنت مع المصري اللي كان بطل العالم ذلك، وتفوقت على التونسي في النصف النهائي، والنهائي في النهائي مع المصري. وكنت الواحد اللي حققت ميداليه ذهبيه في الدوكو. اها، يعني هذا الشيء يشرف، وعلاش قلت لك سيغتو يعني هذا التاريخ في حد ذاته، يعني اون 2011 وين ديت هذه الذهبيه في الالعاب الافريقيه اللي كانت تنظمت على ما اظن موزمبيق مابوتو. اكزاكتومون. فنقولوا انه حينما رجعت للجزائر لقيت جمهور متعطش باش يزيد يعرف منك الكثير من الامور، لقيت صحفيين اللي كانوا يجريوا من وراء انهم يديوا لانفورماسيون من عندك ويديروا حوارات معاك تو، كيفاش عشت هذيك الفتره؟ بيان سور، احنا هذيك ضربك شو، رحنا بزاف لي سبور، هوند، باسكت، جيدو، كاراتي، شو كنا في قريه اولمبيه. وين كنا كشغل، كنا كشغل اخوه، كنا ولا رحنا في فول كيف كيف، ما حسيناش بورتون، درنا واقيلا 14 ساعه ولا 15 ساعه في فول. كنا شغل خاوه، نقصروا بيناتنا شغل، ديروا هكا امبيونس، بيان سور نديروا امبيونس، نديروا حفلات، نروحوا نشجعوا باغ اكزومبل راح يدخلوا تاع جيدو، نروحوا نشجعوهم، يدخلوا تاع البوكس نروحوا نشجعوهم، شغل حاجة مانيفيك. حاجة مليحة على كل حال. هي نفس الأجواء اللي نصنعوها احنا عبد الرحيم وأمينة تانيك. لازم تكون هذيك الأجواء سينو. اكزاكتومون. سي تري امبورتون أنه نعيشوا هذه الأجواء. وتانيك يعني الياس أنت حين ما تروح باش تقدم الأخبار عندك أون كونسونتراسيون اللي لازم يعني تكون دون فاسون بيان سور كبيره كبيره، لا كونسونتراسيون اللي لازم تكون عندك. ما كانش مجال للخطا. لو اخطات انت راح تغلط، يعني ناس كثير راح تغلطها، راح تغلط راي عام، راح تغلط الشعب كله. انت راح تمد اخبار لازم يدوم عندك صح. انا عندي سؤال الياس، ما دام هو قال على الخطا، كاش نهار جاك الضحك اون بلان ديريكت؟ نحب انا هذوما. صرات لي مره هذه، بصح شنو اوروزمون ما كنتش ديريكت. صرات لك؟ ما كنتش في الديريكت، ما كنتش في الديريكت. في حادثة صحف هكا، ولحقت واحد العنوان خيرته من واحد الصحيفة. مضحك نوعا ما يعني. لما هكا شغل تخيلت باللي ليكيب كامل راهي تضحك، فريق التقني كامل راهي يضحك. ديت هكا ضحكت. ومن بعد لما شفت في فريق التقني صح نلقاهم صح يضحكوا. صح، هذا واحد رفيق ضحك صافا ضحك صافا سعدي ضحكة واعرة رفيق. ما تسجليش غير الضحكة تاعي وتعاودها برك. هذاك رحيم راح نولي ليك ديريكتومون. دارت الضحك دوكا بالله، بشارة خير. بالبشارة تاع الخير رحيم، نجيو لعندك يا درا. النهار اليوم بعد ما عودتنا على الكثير من المواضيع المهمة في المواسم اللي فاتوا، وتانيك في هذا الموسم رحيم، كما كنا عشنا يعني منذ ايام، عشنا مناسبه دينيه عزيزه على قلوبنا، على قلوب كل الجزائريين. نقولكم نهنيكم، نقولكم كل عام وانتم بخير، نهني كامل الشعب الجزائري، نقولكم كل عام وانتم بخير، صحه عواشركم، ينعاد عليكم ان شاء الله بالله النار السر والبركه اكيد. فشي جميل انه نعيدوا ناسنا واحبابنا في هذه المناسبات الدينيه كما عاشوراء، كما العيد، ونزوروا بعضنا البعض هكا باش تقعد صله الرحم دائما تكون قائمه في المجتمع
الجزائري. اكيد مؤخرا يعني لاحظنا انه فيه بعض الناس انه يستخدموا الهواتف تاعهم لتليفون بورتاب باش يعوضوا هاد الزيارات اللي كنت حكيت عليهم اونتر فامي في هذه المناسبات. الشيء هذا اللي حيخلينا اليوم نفتحوا نقاش مع لي زانفيتي تاعنا، مع الجمهور تاعنا اللي يشاهد فينا من خلال هذا الريبورتاج اللي جبت لكم اليوم، باش نحكيو يعني كيفاش ولا تليفون بورتاب ياثر سلبا على العلاقات الاجتماعيه وعلى التواصل، ويكون دائما يعني سبه باش يفرق بين الناس اللي نتمنوا دائما ان شاء الله يكونوا مجمولين معصي. نخليكم تشوفوا هذا الريبورتاج اللي جبتوا اليوم، وبعدها نعاودوا نوليو باش نكملوا نحكيو. يعطيك الصحة عبد الرحيم على كل الموضوع جاء في محله. إذا كان كنت تشوف فينا وفي يدك بورتابل فحط البورتابل وتبع الموضوع. مع عبد الرحيم وراجعين. ألو وي. ألو السلام عليكم، صافا خويا؟ واش حبيبي هادي غيبة وين راك؟ راك في لاكروند بوست. يا خويا ماكش تبان كاع. هل التليفون بورتابل ديالك يلهيك بزاف؟ هل يصعب عليك الانفصال عليه؟ فأكيد أنت مدمن على الهواتف النقالة. الهاتف النقال أمر فرزاته التكنولوجيا الحديثة والتطور المتسارع لوسائل الاتصالات، فمن وسيلة لتعزيز العلاقات تحول إلى وسيلة تشكل خطر على التواصل الاجتماعي. الحاجه اللي ما عجبتناش المجتمع الجزائري التليفون. بكري كانت المعيشه مليحه بلا تليفون. يا خو جو سوي كون يعيط لك التليفون ماشي حاجه على جال صوالح وبرك يعيط. اعتماد الشباب على الهواتف الذكيه اصبح اعتماد كبير، يتجاوز استخدامه للاتصالات والسؤال عن الحال والحوال. سيطرت على افكارنا وعقولنا في الوقت اللي لازم نتلاقاو فيه مع اصدقائنا ونجوزوا وقت شباب فيه اللي يلجؤوا للاجهزه ديالهم للترفيه والابحار في شبكه الانترنت، متناسيين انه في حياه اجتماعيه لازم يشدوا اواصرها. باسكو علاش خلاص صله الرحم؟ باسكو كاين دي جون بزاف يعيطوا لبعضهم ولا فاميليا يقول لهم صح عيد لك، ومن بعد ما يديبلاسي ما يغفر عليه ما والو. التليفون اوليو ولاو الناس يروحوا يزوروا مواليهم ايتو ولاو يهضروا غير في التليفونات، ثم راحت كاع صله الرحم. ما ولاش يقبض ولا يبعد. درنا مشاكل ولا غير درنا مشاكل. العولمة وثورة المعلومات فرضت على المجتمع والأسرة تحديات اجتماعية جعلتها توقف أمامها وتواجهها بطريقة سلبية ولا إيجابية في سبيل الحفاظ على أسس الاتصال والتواصل. دو لا بون ميوزيك مع دي جي رفيق لو ميور دي جي. دائما لي برنامجنا رانا هنا يعني نفكروكم في البعض من لي مخصوم البعض من الموسيقى اللي يعني قديمه، اي با حنا سي لوكازيون باش نفكروهم. صحيح لا شك انه هذا الجهاز اللي عرف يعني تطور كبير هذه السنوات الاخيره بدل بزاف حياتنا، خلانا نتبدلوا في حياتنا اليوميه ريم. اكيد ما واحد ما ينكرش انه عنده يعني ايجابيات بالبزاف، كذلك عنده سلبيات بزاف، من بينها اللي كانوا شاركونا في الروبورتاج كانوا شاركونا بالراي تاعهم، قال لك انه ولا يبعد في الوقت اللي لازم يقرب، وهذا الشيء ماصي يعني نشوفوه بزاف ونلاحظوه بزاف في المناسبات الدينيه كما كان جلسه عاشوراء كما العيد، ولا دوك الناس يستخدموا تليفون تاعهم اس ام اس يعيد خوه يعيد الفاميليا تاعو في الوقت اللي لازم يروح يزورهم يعايد عليهم ويغافر عليهم، هكا يقاردي هذيك صله الرحم اللي نضنا عليها اللي خلوها لنا جدودنا. بصح للاسف ولاو يعني مؤخرا الكثير من الجزائريين يستخدموا هذه التقنيه الحديثه اللي راهي تعرف دائما رواج كبير عند المجتمع الجزائري. العياد نشوفوا ديز اس ام اس، واش يدير لك ريم؟ اس ام اس بعثوه واحد كوبي كولي بعثوا كامل كاين كذلك كان عاودوا نقولوا ثاني العراس كانوا بكري مول العرس يروح يعرض دار بدار، دوكا ولا يبعث له اس ام اس ولا يعيط له في التليفون راك معروض للوليمه تاعي. يبقى راهي تسرى دوكا قليل بصح يقول لك ندير 100 150 والباقي راهي يعيط لهم في التليفون. واش رايك؟ ما عرضوكش التليفون العرس؟
انا نقول لهم سبب نجيبوا لي الكارطه نجي ديريكت. زمان كانت عبا كيلو باج هذيك الكارطه كون ما تجيبهاش ما تدخلش. اوكي دابا كيولي كريم غزالي شويه. سيرتو كيكتب لك سيرتو كيكتب لك من تحت با دونفون. با دونفون صغيره ماما نقول لها ديني العرس ديني. تقول لي با دونفون تدها لي تدها لي تقول لي با دونفون لا ديريكسيون ناكسبتي با دونفون. صح دونك ولينا راقدين كونيكتي وراقدين نايضين نمشي ونهضروا في التليفون نكونوا نسوقوا في الفيكول تاعنا نهضروا في التليفون. وهذا الشيء يعني اللي دائما نركزوا عليه يعني لي زاكسيدون اللي صراو في الطريق دائما تسبب كبيره. صوب وتهضر في التليفون. لا كاينين الاعتراف اعتراف من الشرطه اذا كان يديرها هنا حاولي فيرمي وسني الطرمون حاولي فيرمي من دورك فيرمي مخالفه. دونك لازم يكون عندنا الوعي نكونوا واعيين باللي ان هذه التقنيه عندها يعني اشياء ايجابيه كما عندها اشياء سلبيه يعني بعيد على الخواطر يعني على صحة عن هذا الشيء ما هضرناش عليه. بصح لازم الواحد يخلي دائما تكون اواصر الاخوه بيناتنا تكون يعني هذيك اللمه تكون جميله ويخلوا التليفون يعني دو كوتي كيما انا دوكا نهضر معكم الفالي بانش التليفون بصح انا شديته شحال يعني مثل برك ما ديريش عليه يعني مسرحيلي ملكي تسوقي ما تشديش تليفون كي تكوني مع جماعه ما تشديش تليفون ما تكونيكتيش ميم لي فان تواكي بعثوا لك. عليك انا صريحه انا ما نقدرش نقعد بلا تليفون و جو بونس كو حتى واحد مال هنا ما يقعد بلا تليفون. هما دوكا راهم هكذا يرجفوا محبين يعاودوا شكون كتب لهم. مال على بها سلمى يتشكي منك قالت لي اشاك فوا كيكونوا دايرين القاعده هي بالتليفون والفيسبوك. وي وهي بسناب شات سناب شات رجعنا دي بي على كل سناب شات سناب شات هاد الورود هادو ثاني تاع سناب شات تحس راه جبتهم مع المواشر في غير مليح. على كل يعني موضوع شباب عبد الرحيم خاصة انه يعني هاد الهاتف ولا فيه يعني الانترنت ولا لاباري فوتو ولا الكمبيوتر اللي الواحد يعني كاين فيه بزاف لي زابليكاسيون اي تو باغ اكزومبل انت يا ككريمو كرياضي ك يعني حاصل على ميداليات في المستوى العالي وغيرها مكانة الهاتف في حياتك اسكو يعني انت غير الناس واحد اخرين تستعمل التليفون غير شويه ولا انا كيما ولا بالك مكثر انا كيما ما نقدر والله ما نقدر نخلي تستعملوا بزاف 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 ما نكذبوش. يلا دوك نشوفوا لو ديرني نشوفوا لو ديرني الياس دوكا شوف نستعملوا بزاف بصح طول طون وين محطوط ما ساعة مطفي طفالي دي شارجالي صح لازم يكون عندي يا لازم يكون عندي كي نخرج من الدار مخرج الحصة في أول الحصة قال لك ساعة قال لك ساعة عاود ردي لنا قال لك ساعة ودوكا قال لك لا لا هذاك كيسكو كريم هذاك كريم كريم هذيك ساعة فيسبوك هذيك ساعة فيسبوك هذيك فيسبوك ما نفرجش فيها ساعة يعني مقسمها شكرا للتوضيح لكن التليفون ما نفرجش فيه دائما عندي دائما عندي وشنو تهضر بزاف نهضر بزاف من بعد يطفى من بعد نخليه هكاك طافي ما اويا والله ومن بعد كيسحقوا كيفاش يديروا قول انت اروح انت واعطيني هذا الحل من بعد يقولوا لي تاش لاش راك داير تليفون كامل تهضر لاش راك داير تليفون اسمع اصلا زاد تليفون طابلي الواحد يرد معاه داير تليفون اكزاكتو على كل نعرف الناس اللي عندهم هذا المشكل انهم بون يا يطفى لهم تليفون يا ما يريبونديش في التليفون على بالي باللي راهم فاهميني ها هم في غرفة التحكم برك راح يفهموني على بالي صح نعاود نولي لأمينة أمينة حمي أنت باغ إكزومبل التليفون تستعمليه بزاف ولا ما تستعمليهش؟ التليفون رجع يعني عنده حيز كبير من حياتنا الله غالب حبينا ولا ما حبيناش لازم نستعمله حقيقة على كل لأنه هو قد ما بعد يعني وكسر العلاقات الاجتماعية قد ما قرب البعيد لل يعني للبعيد فاكيد احنا كل شيء نقولوا انه كل شيء في هذه الحياه حينما تبان جديده فاكيد عندها سلبيات وعندها ايجابيات فما علينا الا انه نعملوا على الايجابيات ونحاولوا ان نتفاداو هذه السلبيات اللي تؤدي بنا للكثير من الامور يعني الخطيره في حياتنا. نعاود نولي اذا الى ريم غزالي وين عيونك؟ وين عيونك عني لو روحي يوم تسألني أعطينا حاجة هكا بصوتك وهذه هي الغنية اللي كنت تحكي عليها هاي والله أعطينا حاجة بصوتك لأنه رح نهضر عن الكليب وين عيونك عني مع خالة مصطفى كانت ديو تصورت عبر الفيديو كليب في 2000 و ما تشفاش راحت لها ميموار 2000 وحاجه 2014 ولا 15 ولا غير نسيت هذا بلا كونيكسيون بزاف ريم لا كونيكسيون بزاف
ناقصه عندي. قال لك تاكل شويه لي دورون تاع الواحد. باسكو كاين جوجل تما دير تقدر تشوف السنه اللي نزلت فيها. كان كليب من الحن بشار غزاوي زوج اختي. هذا اللحن كان من 10 سنين داروا بشار باسكو كان بشار زوج سلمى يعني هو قوي جدا في التلحين معروف كانوا بزاف شركات يعني عربيه يا اخي في الكويت وقت مشاركته في ستار اكاديمي كانوا خداو اللحن تاعو داروها رنا في شركه الاتصالات ايتترا دونك عمل على كذا لحن وبالتالي هذا كان لحن مخليه في وقتها يعني في 2004 كان ملحن وخلاه وخالد مصطفى حب يرجع يعاود يدير هذا يحييه من جديد ايه باسكو قال لك ما اشتغلناش عليه دونك قال لي ريم نديروها انا وياك ديو وما كنتش على بالي واول مره في حياتي نسجل غنيه في ربع ساعه يعني دابيتود باغ اكزومبل سياد الغزلاني اول ما سمعتها داروها لي باسمي ريم غزالي باسكو ريم هي الغزاله البيضاء وغزالي زعما غزاله في غزالي وفهمتوا المهم ما استوعبتهاش كي جيت باش نغنيها كنت يا صياد بس انا هكذا دائما كي نشوف اول مره الغنيه ولا نسمعها اول مره ما تدخليش في راسي من بعدها من سي نورمال تغنيها باش من بعد تقدر دير الاداء تاعها الو هذه الغنيه وين عيونك عني في ربع ساعه ما بحياتي سمعتها اسرع غنيه سجلتها في حياتي علاش لانه كان سهله ولا اللي كان ما على بالي جاتني هكذا بزاف هي تاع راقع عليا هادو اغاني يعني حسيت اكثر شخصيتي في يعني في الصوت باسكو كاين امور يعني للفنان مش على ضعف في قدراته الصوتيه دي جي رفيق لو ميور دي جي ناو ليديز اند جنتلمان ليديز اند جنتلمان ذا بيست دي جي مع هغره وثاني اسمي لساني والباب ثاني هذه مده وشهور ما لقيت حب وحيده أعطونا تحية كبيرة على دي جي رفيق وعلى نجمتنا على نهار اليوم ريم غزالي يعطيك الصحة اون بون سيربريز اه هايلة اه ما كنتيش تسناي فيها ما كنتش نسناها مي دي جي رفيق خمم فيها ميرسي بوكو دي جي رفيق صح سمعنا الكثير من الطبوع وكاين نوطات موسيقية وكاين فيه خليط من يعني الكثير من يعني الطبوع اللي نحبوها احنا طبوع جزائرية وفي نفس الوقت طبوع اللي راهي شهرت على المستوى العربي أمينة يدرى أنت باغ اكزومبل كي كنتي تسمعي ريم في لا فواتور نتاعك اسكو هي نفسها حين ما شفتيها معنا في البلاطو ممكن يعني ماشي كيما كنتي تتصوريها بهذيك البساطه بهذا هي ريم معروفه ببساطتها ويعني هي محبوبه الجميع محبوبه جمهورها ريم يا سلام على كل احنا نتمنوا لها ان شاء الله كل النجاح ومشوار يكون كبير وطويل وعريض نعاود نولي مره واحده اخرى لياس خديجي لياس على كل انت كنت التحقت بالمؤسسه العموميه في 2008 لكن كنت عملت تربص في نفس الوقت على ما اظن وزاره الثقافه هو تربص في نفس التخصص ولا تربص واحد اخر يعني في وزاره الثقافه قبل ما ندخل التلفزيون الجزائري كانت عندي تربص هذا في خليه الاعلام يعني تابعه لوزاره الثقافه مدة سنة لكن دائما كاين حاجة تجبدك لما تكون تحب عمل تحب السمع البصري
يعني كان حاجة دائما تجبدك لهذا الشيء. يعني واحد حاولت وحسيت كيفاش نلحق لتما التلفزيون الجزائري. وبعد كان فيها كاستينج وأمور ومسابقة وكانوا خذونا، يعني كنا مجموعة، اختاروا منا مجموعة يعني، ونقصوا 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 ونقصوا. وكان يعني الحظ أني كنت من الناس اللي كملوا في التلفزيون الجزائري، والحمد لله ما كنتش داير بالك يعني باللي حنلحق لهذه الدرجة، الحمد لله. كنت لما ندخل التلفزيون الجزائري نجي عند الباب نقول الحمد لله أنه ربي لحقني لهذا البلاصة، باسكو كاين ناس بزاف تخرج من المؤسسة ولا تخرج من المعهد تاع لي تي اف سي يعني يتمنى أنه لو يعمل في جريدة بسيطة أبسط الجرائد أو أنا نحمد ربي أنه ربي لما نكون عند الباب نقول الحمد لله أنه ربي لحقني لهذا البلاصة، ولازم نحافظ على المكان تاعي، ولازم كما يقول لك نخدم خدمتي على أتم وجه، ونسي كيفاش نرضي جمهوري، ونسي كيفاش نرضي ثاني مولايا. برافو، يعطيك الصحة على كل شيء. وحاجة شابة أنه يعني نشوف واحد من الشباب اللي فتح لهم التلفزيون الجزائري الأبواب كما فتحها لينا احنا كشباب، والتحقنا بهذه المؤسسة. الحمد لله أنه الشباب الجزائري راهو حاضر ومشرف الجزائر حتى في ميدان الرياضة. حينما نحكيه على بطل العالم باليابان، يعني الذهبية في الألعاب الإسلامية بإندونيسيا، هذا ثاني إنجاز ما كنتش تستنى فيه. كريمو، هو أحسن موسم في المشوار تاعي 2013، كنت حققت في دورة، كان شغل دورات دولية اللي تربح فيهم نقاط بزاف، باش دوكا كي دخلنا في 2020 في لي جوز أولمبيك لازم دير لي كاراتي وان هادو شغل دورات دولية اللي تربح فيهم نقاط باش تكاليفي لي جوز أولمبيك. أنا كنت 2013 كنت طلعت فينال مع فرنسي، كلاسي دوزيام بلاس، من خسرت معاه على فينال. ومن بعد رحت للجابون درت ميداليتين ذهبيتين فردي وجماعي، كنت في الفردي تغلبت على في النهائي مع الياباني، وفي الجماعي تغلبنا على روسيا. ومن بعد من الجابون رحنا لاندونيزيا درنا الالعاب الاسلاميه وحققت الواحد اللي حقق ميداليه ذهبيه. الله يبارك، الله يبارك. بون، على كل هي الفرحه ماشي نتاعك برك، وانما حتى داركم في العائله باغ اكزومبل. كي جيت واش دارت لك يعني الوالد نتاعك؟ بيان سور يستقبلوك فرحانين، هكذا شغل يديروا لك واش بريباراو لك؟ بيان سور عشاء هكذا اون فامي، غير الحاجه اللي بيان سور اللي تحبها وتعزها. لا ديفو الام تخبيها لك، لا تخبيها شغل باش تجي نتايا باش دير لك حاجه مليحه، شغل يتوحشوك بزاف. كاين ديفو وين عيد هكذا كيما باغ اكزومبل اون 2011 العيد جوزنا في الموزمبيق، برومي جور في الموزمبيق عيد صغير. اولا صعيبة تما، صعيبة ديفو رمضان واحد يجوز العيد بعيد على سورتو رمضان، رمضان تجوز اون ستاج ولا في ليترونجي ولا ماشي كيما تجوز مع العائلة، سي بور سا يكون هذاك الوحش وهذاك حقيقة. على كل حتى يعني عبد الرحيم وأمينة حينما يروحوا يعني ميسيون فاكيد تكونوا بعاد على العائله بالعيد، يعني في التلفزيون الجزائري معروفين كل عيد ندوزوا في التلفزيون، يعني كيما العياده اللي فاتت وعائلتنا الثانيه ماسين حقيقه. يعني الحمد لله، الحمد لله انه حنا رانا نتقاسموا هذه الاوقات الجميله مع الجمهور العريض اللي في كل مره يستنانا. طيب انا ما راحش نحرمكم من صوت نجمتنا لثاني مره اللي راهي حاضره معنا، ريم غزالي. لثاني مره راح نسمعوا صوت زين وشباب من خلال أغنية راح تأديها وراح تهديها لكل اللي يحبوها، واللي ما يحبوهاش واش تقول، واش تقولي لهم؟ نحبكم. أعطونا تحية كبيرة عليها.
يا صياد الغزلاني وشو جابك على دياري؟ شو جابك على دياري؟ وين دياري؟ وين؟ في الجزائر طبعا. وتحية على الجزائر اكيد. يعطيك صحة. إذا نجمتنا ريم غزالي اللي متعتنا بهذه الأغنية الجميلة اللي احنا بدورنا راح نديوها لكل الناس اللي يحبوا الطابع الشرقي والناس كذلك اللي يحبوا هذا الصوت الذهبي اللي تملكه الجزائر اللي هي ريم غزالي. ريم يعني أعطيتي نفس واحد آخر لهذه الأغنية بالحركات نتاعك، وأنت معروفة على الخشبة، عندك إيماءات، عندك حركات اللي ديريهم تخلي المشاهد حين ما يشوفك في برنامج تلفزيوني يقعد معاك، يعني ما راحش ان شاء الله. صافي بليزير. هذا مكتسب ولا فترة؟ ميرسي. فترة. بمعنى فترة. يعني تخلقتي به يعني. وي. شي جميل على كل الواحد ما يكسرش راسه في الكوريغرافيا وفي ال لا هو لازم دايما الواحد يتعلم دوكا حاجة تكون عندك في الفترة حاجة، بصح لازم باش تكون محترف لازم دايما يقعد عندك تدريب إن كان في التمثيل. احنا بزاف ممثلين احنا عندنا هنا في الجزائر تاني يكونوا عندهم بالفترة هم ممثلين يعني، بصح دايما كي تكون عندك الفرصة باش تتعلم إن كان دوكا على الإنترنت من فوائد الإنترنت ولا الدروس اللي الناس اللي متمكنين يقدروا يسافروا برا يقدروا يديروا دروس تمثيل. ولهنايا بيان سور عندنا لي دي بروفيسور دو تياتر كي سون اكسيلون، ولازم الواحد دائما يحوس المعرفه يعني ما لازم الواحد ما يتكلش برك فوالا، لازم دائما تتعلم تتقدم اكثر. اكيد مسيل لما تكون عندهم موهبه لازم صقل هالمواهب، لازم يعني ننميوها ونطوروها مسيل. حتى أمينة ولا هذا انا حبيت نسقسي ريم على خاطر شيء كانت بانت في برنامج تلفزيون الواقع، حبيت نعرف من عندك ريم اسك هاد البرامج يعني تبع الموهبه بعد التخرج ولا يعني اثناء البرنامج تسلط عليها الضوء بعدها يعني هو يتبع روحه بروحه؟ هي الاجابه رقم 2. احنا يعني تكون كمنتوج برودكت ماركتينغ واي دونك هما يستعملوك ومن بعد كي تخرج مع السلامه كانك تلقى روحك في غابه. ويعني في فرنسا وفي البرامج في الاوروبيه دائما تلقى عندهم ان سويفي تاع بسيكولوج باسكو واحد يكون انسان يكون جدا عادي تقدر تكون مشهور في الحي تاعك تكون حباب الناس يحبوك هذه بصح عندك شهره لدرجه انه يعني في وطن العربي انا وقت ما خرجت في ساغا اكاديمي يعني ما تقدرش تتخيل يعني شيء يعني يمكن كل انسان يقول لك واو هذا شيء كثير جميل بصح في الاخر تتعب نفسيا. انا خذونا المستشفى بخي دو موا رحت لوبيتال بوندون 15 جور باسكو حبيت نراضي الجميع نحب نريبوندي لتو الموند نحب نجاوب لتو الموند نحب نستقبل كامل الناس. الياس على النجوميه حين ما تتحول يعني لهوس يعني لهوس هذا صعب هذا اصلا هي كما قلت في بعض الاحيان تتحول الى هوس وفي بعض الاحيان انها تخدم الفنان في بعض الاحيان ما تخدموش. في موقف مثل هذا يعني كانت ما كانتش مرتاحه فيه ريم. الشهره يعني حاجه عاديه انه انسان حين ما يبرز حين ما يشرف بلاده حين ما يبان في ميدان من الميادين فاكيد هذا الشيء عادي اذا كان صراله. فدوكا الكثير من الناس حتى اذا كان ما كانوش معروفين غير انه راهم يدخلوا للشهره من خلال اليوتيوب من خلال الفيسبوك صح. فقط بفيديوهات برك راهم يدخلوا للشهره. ما على باليش اذا كان صرا لك لا ميم شوز كيما ريم حين ما تروح باغ اكزومبل البلاد واحده اخرى كيما رحت لليابان باغ اكزومبل وديت الذهب اسكو صرا لك لا ميم شوز؟ وي تكون عندك لابريسيون تكون عندك لابريسيون سورتو كي تحبط انا في الايروبور تكون عندك شغل لابريسيون تاع لي جورناليست كيفاش لازم تهضر لازم مام شغل يوجهو كيفاش لازم واش تقول واش ما تقولش تكون كاينه لابريسيون شويه ماشي حاجه سهله كما قالت ريم وقال خويا الياس لازم اي حاجه اي مجال لازم فيه لا كونسونطراسيون فيه لازم تكون ثابت تكون رزين تكون ماشي حاجه سهله باش شغل توصل لسارتان نيفو وتقارديه حقيقة. على كل شهرة هدية جميلة والأجمل أنه نغتنموا من هذه الفرصة أنه نقدموا رسائل للجمهور العريض. هكا نكونوا قاربنا على ختام برنامجنا لنهار اليوم. أعطونا تحية كبيرة على أمينة حمي على ضيفنا الياس خديجي وفي نفس الوقت على عبد الرحيم
وكذلك الضيف اللي شرفنا كريمو النجم العالمي في الرياضة. والشمس نعاودها مرة واحدة أخرى اللي شرقت عليكم اليوم ريم غزالي. في الأخير على بالي عندكم عفايس كخفاف حابين تقولوهم مع الأخير، نبدأ معك ريم. أنا حبيت نهضر على كريمو بس كيف باك نساو بليك كريمو ورايح بيانتو لتونس عنده ستاج ورايح لأوتريش لبطولة الشامبيون دي موند باش نشجعوه ودايما معاه، دونك باش نتمنى له كل التوفيق. ان شاء الله يا رب. على كل اللي راهم يشوفوا فينا في هذا الاثناء شجعوا كريمو وهكا راكم تشجعوا في الجزائر حتى يكون دايما في الصداره. كريمو مسؤوليه عليك لكن انت قدها وقدود كما يقولوا. بيان سور انا لازم توجو نحافظ، قلت لك ماشي سهل باش توصل للقمه وتحافظ على القمه. احنا ان شاء الله انا برومي اوبجيكتيف وان شاء الله لوبجيكتيف ان شاء الله اللي راني مسطر ان شاء الله الالعاب الاولمبيه 2020 ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. الياس راح نشوفك ان شاء الله ثاني بلاك في نشرات الاخبار الجايه. ان شاء الله ان شاء الله ربي يقدرنا ان شاء الله. وما ما ما اللي رانا فيه دوكا ما هو الا قطره من بحر. ان شاء الله نلحقوا ونزيد ونافونسي ونتقدموا ان شاء الله ونخدموا مليح باش نلحقوا وين رانا حابين ان شاء الله. لا الحمد لله كلك شباب وكلك خبره وشبابنا شباب رانا هنا. عبد الرحيم يعطيك الصحه. الله يسلمك ماسي. احنا نتلاقاو السمانه الجايه دائما موضوع جديد مع الجمهور تاعنا. نقول لكم يعطيكم الصحه اللي تابعتونا اليوم. امينه حمي كل اسبوع مع مواضيع جديده ان شاء الله ماسي. لقاءنا الاسبوع القادم ان شاء الله. ان شاء الله كنا خفاف عليكم ونشكروا ضيوفنا اللي شرفونا في هذا البلاطو اليوم. ربي يخليك امينه. مره واحده اخرى راح نشكر ضيوفنا، اعطونا تحيه كبيره على ضيوفنا وعلى كل من عبد الرحيم وأمينة. نكون وصلنا هكا لختام عددنا لنهار اليوم. أنا في آخر توقيعي راح نقول لكم تهلاو في روحكم، تهلاو في البلاد. شكرا لكل الناس اللي ساهموا في إنجاز هذا البرنامج، شكرا لمساهمة الديوان الوطني للثقافة والإعلام. تهلاو في روحكم، تهلاو في البلاد، يبقوا على خير. الإخراج لسمير عشقنا الزين ورد المضارة سوي زيت سيجرت ويستين نفس الصيبة. هاي ولاوي عشقنا الزين ورد المضارة سوي زيت سيجرت ويستين نفس الصيبة. ليلة 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 يفكاي مربى ليلة 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 يسهر ويتسحرار. وطا هامل عيون الطير عيط جون بدو وكي مسران الخير محالك ميتو يا محالك ميتو. أوه يا محالك ميتو. أوه يا الورد يسينو. ولاوي عشقنا الزين ورد المضارة سيجرت ويستين نفس الصيفة. هاي ولاوي عشقنا الزين ورد المغارة سوي زيت سيجرت ويستين نفس الصيفة. ليلة ليلة ليلة.